انا كاستاذ متقاعد وكتجربتي المتواضعه، انا نمشيو للجانب ديال التوعيه والتحسيس. حنا كمجتمع هذوك ابنائنا ماشي الجانب الصجري اللي العقوبه سوف لن يجدي في شيء، حتى كانت عقوبه تكون عقوبه خفيفه. دونك نمشيو في هذا الاتجاه ديال الاصلاح، في هذا الاتجاه ديال التوعيه، في هذا الاتجاه ديال التحسيس، ويعطيو الاكله ديالو. لان حياتي 35 عام تنقضيو تلاميذ اللي دخلناهم الرابعه 4 سنين ودخلناهم بالاستعطاف، وحنا كاساتذه تطوعنا وشديناهم عندنا واتفقنا مع المدير، مشاو كنتلاقاهم صدفه شدوا لا ليسونس في ليكونومي ومشاو بعيد، مشاو احسن من الناس اللي عاديين. الصراحه الغش في الامتحانات ما كيوصلش، لان الانسان الا غش في الامتحانات قدو ما يغش، يقدر يوصل للمهن ابخي دي زيتود مهمين. الطبيب الا كيطلع بالغش كيتعامل مع لي باسيون ديالو، دونك يكون عقوبات صارمه في حق الغش. من غش انا فليس منا، الواحد يقرا ويجتهد ويجيب نقطه على دراعو، حسن ما يغش ويقدر يوقع توقيف عن القرايه والسمعه ديال التلميذ غادي تضيع. واحد اخر مساكين كيكونوا اجتهدوا وجدوا وتكرفصوا، ويقدر واحد بالغش يجيب حسن منهم. هادشي ماشي معقول، دونك خص تدخل وخص يوقع حد من الغش في جميع القطاعات وخصوصا في القرايه. الناس اللي كيغشوا في الامتحانات خصهم يتلغاو نهائيا من المباريات القديمه. السبب لان غادي يطلع شاب عنده البكالوريا وهو ما متقفش، وغادي يكون عندنا في المستقبل ناس ماشي اهلا لهذه الشهاده اللي هي محترمه في المغرب. يغشوا باش يوصلوا لواحد النيفو، حقا عندي الباك باش يطلب شغل، وفاش كيطلب الشغل كيديروا له واحد التيست وواحد لونتروتيان، ما كيكونش اهلا للعمل اللي هو اللي بغاو فيه. اور الا كان دوز بمساحه ديالو بثقافه ديالو غادي يكون اهلا لا للعمل ولا للامتحان ولا للدوله المغربيه ككل. خصها تكون عقوبات صارمه وما يعاودش يدوز الامتحان ويكون افيشي في وزاره التعليم. شنو كنقول لك؟ كنقول لك على الوليدات اللي كيغشوا في الامتحان، زعما انهم كيحطموا التلامذ اللي كيخدموا شي حاجه كيخدموها على دراعهم، انهم سهروا الليالي باش وصلوا باش يجيبوا هذه النقطه عن جداره واستحقاق، ويجي واحد كينقل وكيلقاها سهله. راه كاين شحال من واحد تلقاه كيقولها، تقول له فينك ولا فينكي، انا في البحر انا في السوق، وهما تيخدموا الليالي. انا العقوبه اللي تنديرها ان التلميذ الا كانوا قبطوه كيدير الغش كيغش يعاود السنه. العقوبات الجريه ماشي حل، حيت العقوبات الجريه كتهدم المستقبل ديال الطالب ولا التلميذ، حيت تيكون عنده واحد المعلومات خاطئه، واحد الفشل اللي تيكون يعني بسيشيك، تيكون باغي ينجح واحد لابريسيون بالنسبه باغي ينجح. يعني من احسن يكون واحد سونسيبيليزاسيون بالنسبه للناس ديال الوزاره وديال زعما الثانويات والمدارس، انهم يوصلوا لهم الفكره ان الغش راه يقدر يعني يفشل الكارير ديالهم من بعد.